يوجد لدينا بعض من سيارات السباق التي تتسابق هنا. ولدي سؤال ممتع أود أن أسأله لك. إذا فرضنا وجود هذه السيارات تدور نحو اليمين، جميعها سوف تدور في سرعة ثابتة، constant speed، سرعة ثابتة تساوي 100 كيلومتر في الساعة. 100 كيلومتر في الساعة. سؤال المثير لك هو: هل هذه السيارات تتسارع أثناء دورانها؟ إذن هل يحدث تسارع؟ أو ما يعرف بـ acceleration ربما ستكون إجابتك؟ جيد، ربما ستكون إجابتك السرعة كانت ثابتة، فلماذا تتغير؟ إذا نظرت نحو عداد السيارة هنا، إنها لن تتغير، إنها ستبقى 100 كيلومتر في الساعة. لا يوجد تغيير في السرعة خلال الزمن. وبعدها أنت سوف تقول إنه لا يوجد أي تسارع. ربما أنك تتساءل إذن لماذا سألتك؟ لماذا ذلك السؤال سيكون ممتع؟ وشكك في محله، إنه صحيح، لأن هذه السيارات ببساطة تتسارع. في الواقع إنها تتسارع بالرغم إنها تمتلك سرعة ثابتة، ويمكنك إيقافه مؤقتا ونفكر في ذلك لثانية إذا أردت. ولكن أريد أن أشير إلى هذه النقطة، كما في هذا المثال الفرق بين الـ velocity والـ speed كلاهما سرعة، ولكن speed هي كمية قياسية فقط لديها مقدار، والـ velocity هي كمية متجهة لديها سرعة تحدد باتجاه، تحدد مقدار واتجاه. وللتفكير بها دعنا نلقي نظرة على هذا الشيء، وأعتقد أنها ستكون واضحة. الفرق بين السرعة كمقدار speed والسرعة كاتجاه velocity، وإذا ألقينا نظرة عليها سأبذل جهدي لمحاولة رسمه، لذا سيبدو الأمر كأنه مثل هذا، هذه نظرة عليه. أستطيع أن أرسم الأحمر والأبيض أيضا، الأحمر فقط ليعطيك فكرة. لذا هذا هو الأحمر، وهنالك البعض من اللون الأبيض بينهما، أحاول رسمها وتنسيقها كان كما في الصورة. سوف أعطيك فكرة ماذا رسمت بالحقيقة. وهنالك بعض الأعشاب هنا، هنالك بعض الأعشاب فوق وهنا. حسنا، دعونا نركز على هذه السيارة الحمراء هنا. السيارة الحمراء موجودة هنا، ولذا فهي ستقودنا هذا المنظر العلوي. هذا هو الطريق الأيمن، وقد قلنا أنها سرعة ثابتة تساوي 100 كيلومتر في الساعة. لذا إذا فكرت بمفهوم الـ velocity أي السرعة باتجاه، ومقدار السرعة قيمته ثابت إنها 100 كيلومتر في الساعة، ولكن ماذا يحدث لاتجاه السرعة؟ وتذكر أن السرعة الـ velocity هي كمية متجهة، إنها لديها مقدار واتجاه. لذا الأعلى هنا وحيث أنها تبدأ بدخول المنحنى، إنها لا تذهب بهذا الاتجاه، ولإظهار المتجهات بواسطة الأسهم مثل ذلك. ما الذي تفعله؟ السهم يكون باتجاه الفيلوسيتي في هذه الحالة، وبالعادة أنت ترسم طول الطريق ويوضح ماهية السرعة. مقدار السرعة يجب أن أقول، لذا السرعة ثابتة حيث أن طول الطريق سيكون دوما ثابت، ولكننا نرى اتجاهها يتغير. إنها لا تتحرك في نفس الاتجاه، إنها الآن تتحرك في اتجاهات مختلفة، وعندما تتحرك في أسفل الممر إنها ستتحرك في طرق واتجاهات مختلفة، أو إنها ستحافظ على الاتجاه وهي تدور لفترة طويلة.
لكن تذكر أن التسارع هو معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن. التسارع هو معدل تغير في السرعة بالنسبة للزمن، ويساوي معدل التغير في السرعة بالنسبة للزمن، أو يمكننا أن نقول بالنسبة للتغير في الزمن. وبالرغم من أن مقدار السرعة ثابت هنا، اتجاهها يتغير، فإنه يستمر بالحفاظ على، إذا كان لا يوجد تسارع عليه سوف يحافظ على مقدار واتجاه، وسرعته سوف تكون ثابتة، والسيارة سوف تستمر بالحركة في ذلك الاتجاه. لذا على نحو ما كان اتجاه السيارات يتغير بالاتجاه إلى الداخل مرارا وتكرارا وتكرارا. وهذا السؤال يعتبر صعبا قليلا، شيء لك لتفكر به، سوف تقوم بمناقشته من خلال الرياضيات بالتفاصيل في الفيديوهات المستقبلية. ولكن ما يحدث هو في الواقع أن السيارة سوف تتسارع، إنها في الحقيقة تتسارع نحو الداخل، وهذا ما يغير الحركة. إننا سنقول بكلمات إنها ستتسارع باتجاه مركز المنحنى.